جديدة من سماية ديكور. سنتعلم اليوم كيفية عمل هذه اللوحة الفنية باستعمال ورق الالمنيوم فقط. لنتابع الفيديو. مستلزماتنا إن شاء الله لهذه الحلقة هي ورقة مقوى على شكل لوحة باللون الأسود، لصاق شمعي، ألمنيوم، مقص، وورقة قمت بتقطيعها على شكل ورقة الأشجار لأخذ القياس عليها فقط. أولا سنبدأ بلف هذا الألمنيوم هكذا. بعد تقطيعنا لجميع هذه الأوراق كما تلاحظون، قمت بتقطيع دائرة من الألمنيوم، دائرة صغيرة بهذا القياس. سوف نلصقها وسط أو جانب حسب رغبتكم أو جانب اللوحة. قمنا باستعمال مواد بسيطة جدا وفي متناول الجميع. أتمنى أن تنال إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على زر لايك وسبسكرايب للمشاركة في القناة.
شكرا لكم على المتابعة. ترجمة